ولمناقشة الاتهامات لشركات النفط الأجنبية بمفاقمة أزمة الجفاف ونقص المياه في العراق، معنا من ستوكهولم الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه. مرحبا بك معنا دكتور. الله يخليك ويحفظك أخي العزيز. أهلا وسهلا. صحيفة الجارديان دكتور تتحدث عن استخدام الشركات النفطية لثلاثة براميل من المياه مقابل استخراج برميل واحد من النفط، ما خطورة هذا الاستخدام على المخزون المائي بالعراق؟ طبعا هذا على حساب المياه المستهلكة لأغراض الشرب والزراعة، لأنه هذه مياه صالحة للشرب وللزراعة. يفترض أن خاصة حسب التقرير اللي عرضته قبل لحظات، يفترض أنه هذه الشركات وخاصة في جنوب العراق، يعني منطقة البصرة والعمارة، يفترض أنه تستعمل مياه الخليج بدل المياه الصالحة للشرب. وعلى الحكومة أن تجبر هذه الشركات على عمل محطات ضخ مياه من الخليج إلى حقول النفط حتى لا تستهلك المياه الصالحة للشرب والزراعة. هذا هو الحل الأمثل. بالنسبة لشركات النفط في شمال العراق، بالحقيقة من الممكن أن تستخدم أيضا طرق الحصاد المائي لمياه الأمطار والجمع. يعني سبق على قناتكم المحترمة أن ذكرت أنه أجرينا على العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال، والتضاريس في شمال العراق تساعد على عمل سدود لحصاد الماء لمياه الأمطار، وممكن أن توفر مئات الملايين من الأمتار المكعبة من المياه اللي ممكن أن تستخدمها الشركات. الشيء الآخر أو كحل آخر أيضا، من الممكن أن تستخدم المياه الجوفية المالحة غير الصالحة للشرب. أكو بعض الطبقات الحاوية على مياه جوفية تكون مالحة جدا غير صالحة للشرب، ممكن استخدامها. هذا هو الحل الأمثل لهذه المشكلة. نعم، هناك سؤال حول دور الحكومة طبعا التي تمنح رخص للشركات النفطية باستخدام وضخ هذه الكميات، هل يمكن ممارسة نوع من الرقابة وتخفيض هذا الاستخدام، أم هو استخدام لازم وضروري لهذه الشركات؟ هو الاستخدام ضروري، يعني ضخ المياه ضروري. ليش ضروري؟ لأنه إذا ما نضخ مي راح تبقى كمية من النفط ملاصقة للحبيبات الصخرية الموجودة في الطبقات الموجودة فيها. فضخ النفط هو بالحقيقة حتى يحل المياه، تحل محل النفط ويستخرجون أكبر كمية ممكنة من النفط من هذه الطبقات. هذا هو السبب. لكن الحكومة المفروض أنه تدرك أهمية المياه. يعني احنا اللي نلاحظه، ما اجت فد حكومة لحد الآن عملت شيء أو شرعت قوانين خلينا نقول منطقية لتعالج مشكلة أزمة المياه. وهذا يمكن يجي من عدم إدراك المسؤولين إلى أهمية الموضوع وخطورته. نعم، طيب في ضوء التحذيرات التي يعني تتحدث عنها تقارير متعددة من الجفاف الحاد ومن مخاطر نقص المياه على الإنسان العراقي وعلى موضوع الزراعة وحتى الحيوان، ما الذي يمكن عمله دكتور بشكل عاجل؟ الحقيقة احنا قلنا انه الاستراتيجية الحالية لإدارة الموارد المائية اللي يطبقوها من سنة 2015 اثبتت فشلها. وقلنا انه الحكومة يجب ان تمشي بخطين متوازيين. الخط الاول هو التفاوض الجدي مع دول الجوار، وفي هذا المجال انا تكلمت ايضا على قناتكم المحترمة، وقلنا أنه التفاوض يجب أن يشمل الملف الاقتصادي والأمني إضافة إلى المياه. إذا نتفاوض عن المياه واحدة ما راح نحصل أي شيء، لا من تركيا ولا من إيران، وهاي جربناها صار 60 سنة وكل شيء ما حصلنا. الخط الثاني الموازي إلى
هو وضع استراتيجية تتلائم مع المشاكل الموجودة حاليا والمتوقعة مستقبليا. هذه الاستراتيجية قلنا أحد ملامحها الرئيسية هو يجب أن نغير نظام الري بشكل جذري، لأنه نظام الري الحالي فوائد مائية كبيرة جدا، فيجب أن نغير هذا النظام. الشيء الآخر، شبكات توزيع المياه كلها غير صالحة، لأنه أيضا فوائدها المائية كبيرة جدا. وأنا قلت سابقا أنه جبت مثال تركيا اللي هي مناخها أقل حدة من عندنا، نلاحظ أنه شبكات توزيع المياه عندهم 80% منها مغطاة ومبطنة. فإحنا المفروض كافة شبكات توزيع المياه تكون عندنا مغطاة ومبطنة. ثلاثة، إحنا ما عندنا خطة استراتيجية زراعية، يعني الفلاح يزرع بكيفه، فالمواد اللي تستهلك المياه بصورة كبيرة يجب أن تحدد المساحات اللي تزرع بها. زراعة الرز مثلا، الطماطم، الرقي، البطيخ إلى آخره، هذه مصرفها للمياه يكون كبير جدا. فلذلك يجب أن تكون هناك خطة زراعية استراتيجية تتعامل مع هذه الأمور. الشيء الآخر، التوعية الجماهيرية. أنا دائما أذكرها هذه نقطة مهمة وحساسة. المواطن مضلل دائما، من أكو مشكلة المسؤولين يحشون عكس الواقع، فالمواطن يكون غير عارف وما يعرف شلون يتصرف. فلذلك المفروض أن هناك برامج للتوعية الجماهيرية لكافة الأعمار، حتى المواطن يعرف شلون يتعامل ويقتصد بالمياه. الشيء الآخر هو المصادر غير التقليدية، وإحنا ذكرناها أيضا على قناتكم المحترمة، وقلنا واحدة منها الحصاد المائي، اثنين تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها للأغراض الزراعية. وحاليا المياه العادمة كلها تصرف إلى الأنهار، مما يسبب التلوث. الشيء الآخر في الاستراتيجية هو تطوير الكوادر البشرية. نحن الكوادر البشرية اللي موجودة عندنا من مهندسين وفنيين وعاملين، معلوماتهم لا تتناسب مع ما هو موجود على الصعيد العالمي حاليا. نعم، فلازم أكون هناك دورات تدريبية لتطوير قدرات وفهم الكوادر كافة، نعم حتى دكتور، ترتقي إلى دكتور المستوى نعم التقني الموجود في الدول المتقدمة. دكتور، كل النقاط التي تفضلت بها كنقاط أو أجزاء في استراتيجية من المفترض أن تكون لدى الحكومة، وهي على ما يبدو أنها تتكامل مع بعضها البعض. يعني لا يصح أن تشتغل أو تعمل الحكومة على الاهتمام بنقطة ما وترك نقطة أخرى. لكن قبل قليل في حديثكم قبل قليل ذكرتم بأنه يبدو أن الحكومة غير مدركة لخطورة الموقف، وبالتالي لم تعمل بعد على هذه الاستراتيجية. يعني لا يفهم في الحقيقة ماذا يعني غير مدركة، أو كيف يمكن تفسير سلوك الحكومة بعدم الاهتمام بهذه القضية المهمة التي تتهدد كل شيء. نعم، هذا الجواب على هذا السؤال هو أنه لاحظ الوزراء اللي استلموا وزارة الموارد المائية، نعم إلى قبل فترة قصيرة كلهم ما لهم أي خلينا نقول خبرة في مجال الموارد المائية. إلى أن أجى السيد الوزير مهدي رشيد وحاليا الأستاذ عون دياب، هذول من أبناء الوزارة، يعني عندهم خبرة في هذا المجال. هذا واحد، يعني هذول استلموا الوزارة مع تراكم كبير جدا لمشاكل المياه، هاي واحد. اثنين، حتى بوجود الوزراء الحاليين مع احترامي لهم، أنطيني مشروع واحد نفذ في مجال المياه جديا للتغلب على مشكلة المياه. كل الحلول اللي نشوفها هي حلول آنية ما بيها نظرة مستقبلية، مجرد حتى مثلا فلان محافظة صارت مشكلة، الفلاحين طالبة وما أعرف إيش، سووا فتحل مؤقت وانتهت القضية. الأخ العزيز،
الحكومة يفترض أنه استراتيجية إدارة المياه تكون طويلة الأمد على الأقل ل 30 سنة، وبغض النظر من هو الوزير أو الكتلة الحاكمة يجب أن تنفذ هذه. ليش؟ لأنه هاي ما لها علاقة بشخص معين، هاي لها علاقة بحياة المواطنين كافة ومستقبل الوطن بصورة عامة. فهذه ما كل وزير يجي ينسف كل اللي سواه الوزير القبله ويبدي من جديد، هذا اللي دا يصير عندنا مع الأسف. أشكرك جزيلا دكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا عبر سكايب، شكرا لك. تمام، سلام.